يقول هنا مانشستر تيوزداي، مانشستر هاي المدينة، وتيوزداي يوم الثلاثاء. اوكي هنا عندنا الريبورتر هذا المراسل الصحفي دان ويليامز شنج قال the fire started on the ground floor of number 218. يقول النار بدأت في الطابق الأرضي لرقم 218 كوين ستريت، هذا شارع الملكة، at 10:10 في الساعة بالعشرة وعشرة أيام الصباح، and reached the fourth floor. فلور وصلت للطابق الثالث within minutes، ضمن في غضون الدقائق. The police and fire brigade، الشرطة والفريق الإنقاذ هذا النار الإطفائية، arrived at 10:19، وصلوا الساعة بالدعش وتسعتاش دقيقة، and they immediately began to evacuate everyone from number 2018 and the building on other side. وهم immediately بسرعة began بدأوا to evacuate إخلاء everyone الجميع من هذا الرقم 218 والبنايات اللي على الجانب الآخر. 3 minutes later، بعد 3 دقائق، there was a loud explosion، كان هنالك explosion عالي، انفجار. The police instructed the crowd، الشرطة وجهت وأعطت تعليمات للcrowd الجمهور in the street في الشارع to move away، حيث يتحركون بعيدا from the building من البناية. They placed police vehicles، هم هي وضعت هاي مركبات الشرطة at when at the end of Queen Street في نهاية شارع الملكة، and they prevented وجنبت members of public، جنبت أعداد من الجمهور from entering the street من دخول الشارع. زين وبعدين the fire was brought under control around 11 o'clock، النار كانت يعني تحت السيطرة حوالي الساعة 11، but the interior of building، ولكن المدخل يعني داخل البناية had been completely destroyed، قد تم تدميره بشكل كامل by then. بعد ذلك ambulances، سيارات الإسعاف، took 5 people to hospital، أخذت 5 أشخاص للمستشفى، but their condition was not serious، ولكن حالتهم لم تكن خطيرة.